الأخبار يا باشمهندسين، إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الأوبتمايزيشن، ودي الحاجة القبل الأخيرة اللي هتطلب منك في البروجكت بتاعنا إن شاء الله. الأوبتمايزيشن زي ما احنا عارفين هي نوعين، ممكن تعمل أوبتمايزيشن من حيث الكوست، وممكن تعمل أوبتمايزيشن من حيث الأوبريشن. احنا كل المطلوب منا إن احنا هنعمل أوبتمايزيشن على جهاز أو على حاجة يونت معينة من خلال الأوبريشن أو كوست أيا كان زي ما يعجبك. تعال نشوف الاوبتمايزيشن ايه اللي هيطلب منك. زي ما قلنا الاوبتمايزيشن هيطلب منك ان انت تعمل اوبتمايزيشن لجهاز واحد. جهاز واحد ده هننقيه حاجة من الامثلة اللي عندنا ديت. اول حاجة مثلا ممكن نعمل اوبتمايزيشن لجهاز بيحصل فيه هيت ترانسفير، بس بيبقى شغال باتش، الشرط اللي هو يبقى شغال باتش. فبالتالي ممكن نعمل اوبتمايزيشن للسايكل تايم بتاعته بحيث يديني الماكسيمم اماونت اوف هيت ترانسفير. اي جهاز بيحصل فيه هيت ترانسفير، ايفابوريتور، هيت اكسشينجر، ايا كان، بعمل له اوبتمايزيشن من حيث السايكل تايم، بس الشرط اللي هو يبقى شغال باتش. يعني ما ينفعش ابقى انا شغال كونتينوس او الجهاز بتاعي شغال كونتينوس واجي اعمل اوبتمايزيشن على هيت اكسشينجر شغال كونتينوس بالطريقه دي، يبقى انا كده عملت اوبتمايزيشن غلط. اوبتمايزيشن دي لو الجهاز شغال باتش وبيحصل فيه هيت ترانسفير، ممكن اعمل اوبتمايزيشن للسايكل تايم بحيث يديني الماكسيمم اماونت اوف هيت ترانسفير، الماكسيمم اماونت اوف كيو. يعني تاني حاجة ممكن برضو اعمل الاوبتمايزيشن بتاعي للجهاز اللي بيحصل فيه هيت ترانسفير بس من حيث المينيمم كوست. يعني اعمل الاوبتيمم سايكل تايم او احسب الاوبتيمم سايكل تايم اللي يديني المينيمم كوست بتاع الهيت ترانسفير. برضو الشرط اللي هو الجهاز يبقى شغال باتش، عشان كده انا بحسب له الاوبتيمم سايكل تايم، مفيش كونتينوس، في حاجة اسمها سايكل تايم، فبالتالي الاتنين دول لازم يبقى الجهاز عندي شغال باتش. تالت حاجة ممكن احسب الاوبتيمم تمبريتشر بتاع كولينج ووتر في كوندنسر. كوندنسر من اللي عندي احسب الحراره الاوبتيمم اللي الميه بتطلع بيها، اللي انا ببرد بيها بتطلع بيها. اوبتيمم تمبريتشر دي اللي بتديني برضو المينيمم كوست او اقل تكاليف عندي في الكوندنسر عندي. دي التالت حاجه ممكن احسبها لو كوندنسر. رابع حاجه ممكن احسب الاوبتيمم بايب انر دايمتر، الدايمتر الاوبتيمم بتاع البايب لاين بتاعي او بتاع الانابيب عندي، احسبه لبايب لاين معين عندي في الفلو شيت. خامس حاجه بقى ممكن اي جهاز عندي تاني يعجبني من اي مساله، اي مساله عندي بتاعت اوبتمايزيشن، سواء في امتحان في التكست بوك مثال، اي مساله اوبتمايزيشن ممكن اخدها، بس طبعا الجهاز لازم يبقى عندي في الفلو شيت، اخدها واخد الارقام اللي فيها واعمل اوبتمايزيشن للجهاز بتاعي من خلال المسألة. يعني مثلا لقيت مسألة على فلتر، طالب عايز يعمل اوبتمايزيشن على فلتر وانا عندي فلتر، بس لازم الفلتر يبقى نفس النوع. يعني لو كونتينوس يبقى لازم الفلتر كونتينوس، لو باتش يبقى لازم باتش، لازم نفس نوع الاوبريشن. واعمل اخد مثلا التكاليف، هو مديني تكاليف وبتاع، اخد التكاليف دي اعوض بيها عندي في البروجكت للجهاز اللي انا بحسب فيه، وبالتالي يبقى انا كده جبت الاوبتيمم كونديشن بتاعت الجهاز دوت من المسألة. اخد اي مسألة بس الجهاز يبقى موجود عندي في الفلو شيت واعتبرها كأن الداتا بتاعتها هي دي الداتا بتاعتي في المسألة، ما عدا طبعا الكميات، اي كميات او كده اعوض بالكميات بتاعتي، لكن تكاليف مثلا قانون ايكويشن بيحسب كيو مثلا او كمية حرارة لو جهاز معين هيت اكشنجر او كده اخدها زي ما هي، لكن اي كميات اي حرارات اعوض بالحاله الداتا اللي عندي فعلا في الفلو شيت بتاعي او في البروجكت بتاعي. اي داتا تانية تكاليف قوانين ممكن اخدها من المساله، وبالتالي اعتبر المساله كانها جيفن اللي عندي في البروجكت بتاعي واستخدمها واعمل اوبتمايزيشن بيها. مشكلتنا في الاوبتمايزيشن احنا عندنا كذا حاجه ننقي منها، احنا هنعمل على حاجه واحده منهم، يعني احنا مش بنعمل على كل الاجهزه اللي عندنا، لا زي ما قلنا بنعمل على جهاز واحد. يعني مثلا انا هعمل على البايب لاين، فيبقى بالتالي خلاص هعمل على البايب لاين بس، هعمل على كوندنسر يبقى هعمل الاوبتيمم تمبريتشر بتاع كولينج ووتر في كوندنسر بس. مثلا هعمل على فلتر، عندي مساله على اوبتمايزيشن بتاعت فلتر وهعمل على الفلتر، يبقى هعمل على الفلتر بس، بعمل جهاز واحد بس اللي بعمل له اوبتمايزيشن. فمشكلتنا اللي احنا مش عاوزين كل المجاميع تعمل على نفس الحاجه، فبالتالي كل سيكشن ما ينفعش اكتر من مجموعتين ياخدوا نفس الحاجه. ممكن مجموعتين مثلا يعملوا على البايب لاين، مجموعتين يعملوا على الكولينج ووتر بتاعت الكوندنسر، مجموعتين يعملوا مثلا على فلتر، وهكذا
بس ما يبقاش اكتر من مجموعتين تاخد نفس الحاجه، يعني بمعنى ان ما يبقاش السيكشن كله عامل اوبتمايزيشن على البايب لاين بتاعك او الدايمتر بتاع البايب لاين، لا كده مش هينفع. لازم كل مجموعتين ما يبقاش اكتر من مجموعتين واخدين نفس الحاجه. فده بس الشرط في الاوبتمايزيشن، اللي انت تنقي كل مجموعتين يبقى في اختلاف في السيكشن، مش كل السيكشن عامل نفس الاجهزه. تعال نشوف اول حاجه، لو عايزين نعمل اوبتمايزيشن على السايكل تايم عشان يدينا الماكسيمم اماونت اوف هيت ترانسفير، فبالتالي القانون بتاعنا، القانون ده ليه اثبات، انت طبعا في البروجكت هتعمل الاثبات. المهم اللي انت هتوصل للقانون دوت، القانون دوت بيقول لك ايه، اللي سيتا بي اوبتيمم بتساوي سيتا سي زائد 2 على ايه جذر اي دي سيتا سي. تعال نتعرف على كل ترم. السيتا بي ده الاوبريتنج تايم اللي انا عاوز احسب الاوبتيمم بتاعه، ده الاوبتيمم اوبريتنج تايم. سيتا سي ده زمن التوقيف، زي ما قلنا دوت العمليه شغاله باتش، فده زمن التوقيف والفك والتركيب وهكذا، ده زمن ثابت بيسموه سيتا سي. زمن الثابت ده سيتا سي مش عندي، هروح هفرده من اي مساله، هفرده بالاورز او بعدد الساعات، هفرده كام ساعه، ده رقم ثابت عندي ما فيهوش مشكله. الاي والدي برضو دول ثوابت، من اي مساله هاخدهم احسب الاي والدي، هاخدهم زي ما هما في المساله. من هنا هحسب السيتا بي الاوبتيمم، السيتا بي الاوبتيمم ده الاوبريتنج تايم الاوبتيمم. انا هنا عاوز احسب الاوبتيمم سايكل تايم، السايكل تايم كله مش الاوبريتنج تايم بس، فبالتالي السايكل تايم الاوبتيمم هيبقى بيساوي الاوبريتنج تايم الاوبتيمم اللي هو سيتا بي اللي انا حاسبه من القانون اللي فوق، زائد السيتا سي او زمن الفك والتركيب اللي انا فرضه. يبقى انا كده جبت الاوبتيمم سايكل تايم اللي يديني الماكسيمم اماونت اوف هيت ترانسفير للجهاز اللي عندي، بس بشرط ان الجهاز يبقى شغال باتش، وزي ما قلنا القانون ده ليه اثبات، هعمل الاثبات قبل ما اعوض فيه. تاني حاجه الاوبتيمم سايكل تايم بس من حيث المينيمم كوست، القانون اللي انا هعوض فيه سي تي بي الاوبتيمم او الاوبتيمم اوبريتنج تايم هيبقى بيساوي سي سي على الاس بي زائد 2 اي اس بي جذر اي دي سي سي اس بي. تعال نتعرف على الترمات اللي عندنا. سي سي ده زمن، سوري سي سي ده تكاليف التنظيف وكده، لان الجهاز شغال باتش، تكاليف التنظيف لكل سايكل، والاس بي ده تكاليف العماله لكل ساعه. فبالتالي سي سي والاس بي دول هجيبهم برده من اي مساله عندي، هجيب التكاليف دي هيبقى هفرضها من المساله او هاخدها زي المساله اللي عندي. ايه والدي زي ما قلنا دول ثوابت، برده هاخدهم من اي مساله، وبالتالي هعوض في القانون اللي فوق، اجيب السي تي بي الاوبتيمم، ده الاوبتيمم اوبريتنج تايم اللي يديني المينيمم كوست. انا عاوز احسب السايكل تايم كله، فالسايكل تايم هيبقى بيساوي الاوبريتنج تايم زائد السيتا سي او زمن الفك والتركيب والتوقيف. السيتا سي برضو هنا كونستانت هفرضها واعوض بيها، وبالتالي انا هحسب كده السايكل تايم او الاوبتيمم سايكل تايم اللي يديني المينيمم كوست بتاع الهيت ترانسفير. تالت حاجه الاوبتيمم تمبريتشر بتاع الكولينج ووتر في الكوندنسر. عندي كوندنسر، هنقي كوندنسر عندي، انا حر انقي اي كوندنسر، بس الشرط الكوندنسر دوت يفضل يعني اللي هو يبقى داخل فيه ماده واحده، بيعمل كوندنسيشن لماده واحده مش ستريم فيه كذا ماده. ليه؟ عشان يبقى درجه اللي هو داخل عندها الكوندنسر هي درجه الساتوريشن بتاعته وهو فيبر، والدرجه اللي هو طالع عندها هي درجه الساتوريشن. يعني بمعنى تاني ما بيبقاش بيحصل له حاجه غير فيز تشينج، الحراره بتاعته ما بتتغيرش، الماده اللي انا بكثفها حرارتها ما بتتغيرش، بتدخل عند البويلنج بوينت بتاعها وبتطلع برضو عند البويلنج بوينت بتاعها، فبالتالي بتبقى درجة الحرارة عندها ثابتة، لكن الفيز بس هو اللي بيتغير. فعشان كده يفضل الكوندنسر بتاعي يبقى اللي داخل فيه مادة واحدة بيحصل لها بس كوندنسيشن، ما بتبردش، هي بتطلع عند نفس درجة الغليان او درجة التكثف بتاعتها. انا عاوز اعمل اوبتمايزيشن للحراره اللي الكولنج ووتر طالع عندها. انا عندي كولنج ووتر داخل عند تي 1 وطالع عند تي 2 الاوبتيمم، او اللي انا عاوز احسبها بحيث تبقى اوبتيمم، والبويلنج بوينت بتاعي تي داش او درجه التكثف تي داش بتاع الماده اللي انا بعمل لها كوندنسيشن. تي داش زي ما قلنا دي درجه حراره الانلت بتاعي بتاع الماده اللي بعمل لها كوندنسيشن، ودي درجه التكثف بتاعته او اللي بيحصل عندها كوندنسيشن. تي 2 ده درجة الاوبتيمم اللي انا عاوز احسبها بتاعت الكولنج ووتر اللي طالع عندها، وتي 1 دي درجة الحرارة اللي الكولنج ووتر داخلة عندها. تعال نشوف ازاي نحسب التي 2 الاوبتيمم. عشان احسب التي 2 الاوبتيمم
بستخدم فيجر عندي موجود في التكست بوك، هحطه برضو عندي في البروجكت بتاعي لما اجي استخدمه لو عملت على الحرارة بتاعت الكوندنسر. بستخدمها ازاي؟ الفيجر اللي عندي الاكس اكسس بتاعته بيبقى عباره عن الترم دوت يو اتش واي سي دبليو على كي اف سي بي سي اي. تعال نتعرف على كل ترم. اليو ده الاوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت، اتش واي دوت عدد الساعات اللي بيشتغلها الكوندنسر في الساعه في السنه سوري، والسي دبليو ده كولنج ووتر كوست تكاليف المايه اللي انا ببرد بيها باليونت ماس، والكي اف دوت ريشيو ما بين الانوال فيكسد كوست مع الانيشال كوست بتاعي، والسي بي ده الهيت كاباسيتي بتاع الكولنج ووتر، والسي اي ده الانستولد كوست بتاع الكوندنسر بتاعي لكل سكوير فوت او بير يونت اريا بتاعه الجهاز. الترمات دي كلها انا لازم تبقى عندي عشان ادخل بيها الفيجر اللي عندي. الفيجر هيبقى بالمنظر دوت. الاكس اكسس زي ما احنا شايفين هو عباره عن الترم اللي هو يو اتش واي سي دبليو كي اف سي بي سي اي، والواي اكسس عباره عن تي اتش ناقص تي 2 الاوبتيمم اللي انا عاوز احسبها على تي داش ناقص تي 1. الفيجر دوت اجيب منين بقى الترمات اللي هي اليو والاتش واي والسي دبليو والكي اف والسي بي سي اي؟ اجيبها منين؟ من التكست بوك. في مثال في التكست بوك على المساله بتاعت كوندنسر، كل الداتا دي جفن عندي، هاخدها زي ما هي زي ما هي كده عندي، هاخدها بنفس القيم بتاعتها واجي اعوض بيها. الترم ده كله خلاص انا هجيبه من الكتاب بنفس القيم بتاعته، زي مثلا طلع لي 8 من 10، فهاجي عند الواي اكسس من 8 من 10 واطلع اخبط في الكيرف اللي عندي، بعدين اروح بخط افقي اقطع في محور واي اجيب الترم اللي هو تي داش ناقص تي 2 على تي داش ناقص تي 1. من الرسمه كده انا جبت تي داش ناقص تي 2 على تي داش ناقص تي 1، هاجي اعوض بيها تي داش ناقص تي 2 الاوبتيما على تي داش ناقص تي 1. تي داش دي عباره عن البويلنج بوينت بتاع الماده اللي انا مدخلها كوندنسر، دي طبعا عندي انا هجيبها من الداتا بتاعتي على حسب الماده. التي 1 دي درجه حراره الكولنج ووتر او الميه اللي داخله الكوندنسر عشان ابرد بيها، دي انا هفرضها باي رقم مناسب ليا، عاوز اخدها زي المساله مفيش مشكله، عاوز افرضها برقم تاني مفيش مشكله برضو. هيبقى المجهول الوحيد التي 2 الاوبتيمم، من المعادله دي هجيب التي 2 الاوبتيمم او درجه الحراره الاوبتيمم اللي خارجه عندها الكولنج ووتر بحيث تديني اقل تكاليف. تعال نشوف رابع حاجه الاوبتيمم بايب دايمتر او البايب لاين دايمتر الانر الاوبتيمم اللي مقابل لاقل تكاليف عندي. تعالى نشوف ازاي بنحسبه. اول حاجه عشان نحسبه لازم افرض التايب بتاع الفلو بتاعي. احنا زي ما عارفين عندنا اتنين تايب، التربلنت واللامينال او الفيسكاس فلو. عشان احسب الاوبتيمم دايمتر بتاعي لازم ابقى عارف هل انا تربلنت ولا لامينال، وبالتالي عشان اعرف انا تربلنت ولا لامينال لازم ابقى حاسب رينولد، وعشان احسب رينولد محتاج الدايمتر او الدي اللي انا عاوز احسبه اصلا. فيبقى بالتالي انا اول حاجه هفرض الفلو اللي عندي التايب بتاعه ايه. فمثلا هنفترض ان انا هفرضه تربلنت، هفرض ان الفلو بتاعي تربلنت، وبعد ما افرض ان الفلو بتاعي تربلنت هعوض في الايكويشن اللي بتحسب الاوبتيمم دايمتر في بتاعه التربلنت فلو واحسب منها الدايمتر بتاعي، وارجع احسب رينولد من الدايمتر الاوبتيمم اللي انا حسبته. لو طلع لي رينولد في الرينج بتاع التربلنت يبقى فرضي كان صح، طلع بره الرينج يبقى فرضي كان غلط، وارجع افرض وارجع اعمل الحسابات بتاعتي على اساس ان انا لامينر واكمل الحسابات بتاعتي. تعال نشوف اول حاجه، لو التربلنت فلو الرينولد نمبر بيبقى اكبر من 2100، طبعا على فرض ان البايب لاين ستيل بايب لاين رينولد نمبر بتاعي يبقى المفروض اكبر من 2100. دايمتر الاوبتيمم هيبقى بيساوي 3.9 في كيو اف باور بوينت 4.5 في رو باور بوينت 1.3. تعال نتعرف على كل ترم. الدي اي اوبتيمم ده الاوبتيمم انر دايمتر او انسايد بايب دايمتر، هيبقى وحداته انش. لازم المعادله هنا اعوض بالوحدات دي لان الثوابت اللي هي موجوده دي ماشيه مع الوحدات اللي انا كاتبينها ديت، فبالتالي الدايمتر بتاعي يطلع لي بالانش. الكيو اف ده الفلويد فلو ريت، الفلوميتريك فلو ريت بتاعي بتاع الحاجه اللي ماشيه في البايب لاين دوت، ايا كان بقى كميات حاجه واحده عندي اكتر من حاجه، هي الكيو اف ده مجموع الفوليوميتريك فلو ريت بتاع الحاجات اللي ماشيه في البايب لاين بتاعي، وحدتها في كيوب على سكند. الرو
الدينسي بتاعت الحاجه اللي ماشيه في البايب لاين بتاعي، وحدتها باوند ماس على فيت كيوب. لو الاكتر من حاجه هيبقى ده الرو بتاع الميكشر كله، بتاعت الميكشر اللي عندي كله اللي ماشي في البايب لاين. من هنا بحسب الدي اي الاوبتيمم، ارجع اعوض في رينود، رينود بيساوي الرو في الدايمتر في السرعه على الفيسكوستي، ومن هنا السرعه طبعا بتساوي الفولومتريك فلو ريت على الكروس سكشن اريا. من هنا اقدر احسب رينود، لو رينود طلع لي اكبر من 2100 يبقى فردي كان صح خلاص، يبقى انا حسبت الاوبتيمم بايب لاين دايمتر. لو طلع لي مش اكبر من 2100 يبقى فردي كان غلط، ارجع اعوض في الفيسكاس فلو او اللامينر فلو اللي هو رينولد فيه اقل من 2100، الدي الاوبتيمم بتاعته بتساوي 3 في كيو اف باور بوينت 3.6 في الميو سي باور بوينت 1.8، كيو اف برضو الفولومتريك فلو ريت، الميو سي ده الفيسكوستي بتاعت الفلويد بتاعي وحدتها بالسنتي بواز، اعوض فيها اجيب الدايمتر الاوبتيمم بتاعي، ارجع اشوف رينولد لو اقل من 2100 يبقى فردي كان صح اللي هو فيسكاس فلو. ده كده الاوبتيمم بايب لاين دايمتر. اخر حاجه اللي رقم 5، زي ما قلنا اللي انت ممكن تشوف اي مساله، مثلا مساله فلتريشن جت في امتحان قبل كده او موجوده في التكست بوك على فلتر، بيحسب مثلا الاوبتيمم كوست بتاع الفلتر، وانا عندي فلتر ماشي اخد الداتا بتاعته واحسبها زي ما هي، كان هو الفلتر بتاعي شغال بنفس التكاليف وبنفس الحاجات، واحسب الحاجه الاوبتيمم كونديشن اللي انا عاوز احسبها اللي في المساله احسبها عندي في البروجكت بتاعي، بس الكميات تبقى بتاعتي انا اعوض بالكميات بتاعتي مش بالكميات اللي في المساله. طبعا انا باخد من المساله تكاليف قوانين كده اخدها من المساله، لكن غير كده اي حاجه تانية فيها كميات حرارات اخد اللي عندي تبع البروجكت بتاعي مش اللي في المساله. دي خامس حاجه. طبعا اي جهاز انت حر تنقيه، زي ما قلنا الشرط الوحيد اللي انت يفضل اللي ما يبقاش في نفس السكشن كل الناس عامله نفس الحاجه، كل سكشن او كل مجموعه في نفس السكشن تنقي حاجه من الحاجات الاجهزه اللي احنا قلناها المختلفه دي وتعمل الاوبتمايزيشن حواليها. دوت كده الاوبتمايزيشن الجزء بتاع الاوبتمايزيشن.